اهلا بحضراتكم مره جديده ونبدا تحليلنا مع ضيف العزيز الاستاذ ايهاب سعيد خبير اسواق المال وعضو اداره البورصه المصريه. اهلا بك يا استاذ ايهاب. اهلا بك يا فندم. يعني عايزين نتكلم بس في البدايه اداره البورصه الجديده كانوا بيتكلموا في مجموعه من الادوات عايزين يستحدثوها في لغط اللي هي فكره ان احنا نستلف اسهم ونبيعها. لغط بقى اذا كان ده ينفع ديني ولا بالشكل ده هل هيفيد السوق ولا هيضره. انتوا وجهة نظركم ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح طبعا زي ما حضرتك قلت كان في بعض اللغط بسبب عدم تفاهم آلية شورت سيلينج من كثيرين من الموجودين وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. تمام. وما كانش في ايضاح كامل من وسائل الاعلام مختلفة عن او التفرقة او مفهومية الشورت سيلينج. لان في فارق ما بين البيع الاجل وما بين البيع المكشوف. المستخدم في اسواق الفوركس والاسواق العالميه البيع على المكشوف. على المكشوف. وفي طبعا بيع اجل وكل حاجه. لكن الاشهر يعني هو البيع على المكشوف. البيع على المكشوف ده ان انت بتبيع ما لا تملك. يعني ما عندكش اسهم اساسا بتخش بوزيشن كبائع ثم بعد كده بتعمل حاجه اسمها الكلوز للبوزيشن ده وبتقفله. ربحت او خسرت ده عليك. بتقفل البوزيشن بتاع الشورت سيلينج. ده هو اللي فيه مشكله شرعيه. اما وانت عارف حضرتك ان انا اساسا شريعه وقانون يعني فانا في الشريعه برضو تمام. شويه يعني. فاما الموضوع البيع الاجل بيختلف لان هنا انا بقترض سهم وبتداول عليه. بقترض سهم من زي من حضرتك مثلا وبدل ما حضرتك ما بتتعاملش على السهم ده سايبه لفتره طويله جدا محتفظ بيه استثمار طويل الاجل فبدل ما هو مركون كده انا باخده من حضرتك في مقابل ما وبدخل السوق ابيعه وبعدين في وقت معين بقفل البوزيشن بعد ما سعره بينزل. يعني لو انا شايف ان سعره هينزل هي نفس الفكره بالظبط ما انا بشتري السهم انا بشتريه لان شايف ان السعر هيطلع. فبالتالي لما بيطلع ببيعه هنا نفس الموضوع انا بقترض السهم ابيعه في السوق ولما بينزل سعره بقفل البوزيشن بان انا برجع عشان نفهم بعض الناس. انا الوقت داخل اشتريت 10 اسهم من شركه ما استلفتهم من الاستاذ ايهاب مش اشتريتهم انا اقترضتهم من الاستاذ ايهاب بالظبط هنزلهم في السوق هعرضهم للبيع تمام. انا شايف ان السعر ده بتاع السهم النهارده 10 جنيه بس انا عندي رؤية بتقول لي ان هو هينزل ل 8 جنيه تمام. فاقوم داخل بايع السهم ده ب 10 جنيه في السوق ولما بينزل لل 8 بخش ارجع اشتريهم تاني واردهم لحضرتك وال2 جنيه الفرق انا باخدهم تمام بعد ما بديك عموله الاقتراض اللي عمولة انا خدت الاقتراض تمام خدت بال حضرتك. فده ما فيهوش اي مشكله شرعيه خالص ده ما فيهوش اي مشكله على الاطلاق تمام. الـ 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 الاليه ديت من ضمن اليات اخرى احنا عايزين نضيفها في السوق ويمكن حتى معظمنا في كل برامج المرشحين في انتخابات مجلس اداره البورصه كان تقريبا ده نفس الهدف. ولحسن الحظ ان كمان رئيس البورصه ونائبه باعتبار ان هم اساسا من السوق كمان فبالتالي كان عندهم نفس الاهداف موجوده. فعلى هذا الامر بدانا كلنا نعمل على تفعيل هذه الاليات. طيب. سريعا علشان نفهم الناس برضو الاليات دي تعمل ايه في السوق. احنا طبعا الوقت بنعاني من قله احجام التداول بسبب اساسي وهو ضريبه طبعا. الدمغه طبعا. تمام. واللي احنا اتكلمنا فيها كتير. انت شايف الادوات او شايفين كاداره البورصه الادوات دي هتعمل ايه؟ الادوات دي هي اللي في ايد اداره البورصه انها تفعلها. ما احنا لازم نبقى واضعين في الاعتبار امر مهم جدا. هناك امور في اداره البورصه تقدر تعملها وهناك امور مش في ايد اداره البورصه اساسا ان هي تعملها. يعني وكمان لازم برضو الناس تبقى فاهمه لان دي برضو نقطه عامله لغط كبير قوي. اللي بيطلع الاسهم وبينزل الاسهم حاجات مهمه قوي اهمها اداء الشركه المالي. اداء الشركه اولا اداء الشركه المالي هو اللي بيحرك سعر السهم. يجي بعديه أداء الدولة الاقتصادي والسياسي والأمني وكل شيء. كل ما يتعلق بالاقتصاد بتاع الدولة بيأثر بالتبعية على موقف الشركة المالي أو على أدائها المالي ومن ثم بيأثر على سعر سهمها. يبقى إذن اللي بيطلع الأسهم وبينزلها هو اتجاه الدولة الاقتصادي وليس قرارات إدارة بورصة. صحيح. أي قرارات تاخدها إدارة البورصة هي قرارات لحظية من شأنها التأثير قصير الأجل. يعني توقف سهم تلغي عملية كل ده يأثر على سعر السهم على مدى قصير زمني قصير. صحيح. لكن مع عودة السهم مرة تانية للتداول الطبيعي بياخد الاتجاه اللي الدولة كلها واخداه واللي السوق كله بياخده. خدت بال حضرتك؟ ففي حاجات في ايدين إدارة البورصة تقدر تفعلها زي ما احنا بنقول كده الآليات وفي حاجات لازم يبقى فيه تواصل مع الدولة ومع الحكومة لإعادة شرحها وتوضيحها ومنها ضريبة الدمغة اللي حضرتك أشرت إليها دي.
وزي ما قلت برضو في البدايه وزي ما قلت قبل الانتخابات حتى ان احنا بنهدف لتقديم بعض المقترحات اللي تضيف لمساله ضريبه الدمغه دي بحيث تخدم الجميع، سواء السوق ما تاثرش عليه سلبا وسواء الدوله ان الحصيله تزيد. تمام. ليه؟ لان لو احنا بصينا على قيم التعاملات النهارده وامبارح واول امبارح والكام يوم اللي فاتوا دول هتفاجئ حضرتك ان متوسط قيم التعاملات في حدود 400 مليون جنيه. صحيح. يعني عائدهم الضريبي لن يتعدى 200 220 مليون جنيه في السنه. على مدار في السنه. يعني الدخل اليومي للدوله من الكام جلسه اللي فاتوا دول ما يعديش مليون جنيه دخل يومي. لو ضربناهم في 220 جلسه اللي هو بتاعت السنة كلها بإلغاء الأجازات والعطلات وما إلى ذلك هتعملك في حدود 220 مليون جنيه، مش 5 مليار زي ما كانت المالية متوقعة. المالية كانت بتقول مليار ونص. يعني إحنا بنقول أنا من قبل الضريبة قلت مش هنتعدى 300 مليون. واللي واضح قدامنا دلوقتي إن كمان حتى 300 مليون دي ممكن تبقى صعبة. فهتبقى في حدود ال 200 مليون. أنا هنا عملت إيه؟ أولاً انت حضرتك عارف طبعا ان عجز الموازنه 400 مليار. صحيح. فالزريعه اللي كانت بتتزرع بيها وزاره الماليه ان هي عندها مشكله في عجز الموازنه ومحتاجه تحمل الاعباء على الكل علشان الجميع يساهم في الازمه اللي احنا فيها. لكن لما اكون انا بساهم بما يضر بالدوله نفسها يبقى المساهمه دي ضاره مش صحيح. ايجابيه، لان البورصه هنا مش انا اللي محتاجها كمساهم او كواحد عضو مجلس اداره بورصه او اي ما كنت بشتغل في شركه نفسها. سمسره او عندي نفسها. شركه سمسره اي ما كنت انا مين ده ضرر على الدوله نفسها. ليه؟ لان الدوله جزء كبير جدا من برنامجها للاصلاح الاقتصادي قائم على طرح شركات حكوميه في البورصه، سواء بقى هي بتطرحها عشان تسد عجز موازنه، تعيد هيكله شركات اخرى، تحصل على تمويل، تجذب استثمارات، ايا ما كانت الاسباب. تمام. الفكره قائمه على انها هتطرح شركات في البورصه. هل السوق في الوقت الحالي بقيم تعاملات 300 مليون و400 مليون جنيه يتمكن من استيعاب طرح بحجم شركه زي انبي؟ لا طبعا مش ممكن باي منطق يعني. وبالتالي هنا الشركه او الدوله نفسها خسرت في تقييم انبي دي من قبل ما تنزل اساسا. صح. مليارات. صحيح. في قيمتها قبل ما تنزل وتطرح في البورصه. فعشان ال 220 مليون جنيه دول انا اجيبهم انا خسرت في الشركات اللي هقيمها وانزلها البورصه عشرات المليارات. صحيح. ارقام كبيره جدا. فانا عليا من ده بايه؟ ولذلك احنا بنقول ما هو المانع الاقتصاديه الكامله للاسف مش موجوده. ما هو المانع ان انا لما يكون في قرار لم يؤتي ثماره مش هلغيه، مش عايز اقول غلط، اعدله مش هلغيه عشان اسيب الضريبه، عشان حتى البعد الاجتماعي وان انا لازم اكون بحمل الضريبه على الجميع. تمام. مفيش مشكله كلنا متفاهمين ده، لكن يكون في تعديل للقانون. واحنا الحقيقه قدمنا اكثر من مقترح وكان في هناك نوع من الاستجابه لكن ما تمتش. ليه ما نعيدش التفكير في الموضوع ونعيد صياغه القانون ويبقى عندنا بعد نظر زي ما انت بتقول كده، ويبقى عندنا بعد نظر عشان الجميع يستفيد. الحصيله لو عدلنا هذا القانون ترتفع لاكثر من 3 اضعاف والسوق يرتفع. انت بتتكلم طبعا على فكره ان احنا نروح للارباح الراسماليه. لا 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 اطلاقا. انا يعني كان في مقترحات بس عشان ما ادخلش المشاهدين في متاهه يعني. طيب. يعني هي حاجه بين الاثنين لكنها تضمن ارتفاع الحصيله وتضمن عدم التاثير، عمل عدم التاثير على السوق. طيب خلينا نرجع للسوق. طبعا احنا شايفين حاله من التذبذب الكبيره، جلسات بتبقى فيها كل السوق واقع، مش هنقول واقع هنبقى نازل بس احجام التداول قليله، فده برضه يطمن شويه. نرجع نتكلم محللين الفنيين يقول لك احنا في ترند كله صاعد، طب البورصه نازله، مش عارف عايز تدخل بقى في قصه اي جي اكس 30 والتقسيمه بتاعته والوزني اللي احنا بنتكلم فيها كل مره. لا لا ملهاش يعني ملهاش علاقه التأثير. طيب الوزني انت شايف كمحلل مالي وراجل يعني قديم في البورصه، السوق في اتجاه صاعد. انا فني كمان على فكره. تمام. السوق في اتجاه صاعد على المدى الطويل، ما عندناش شك، ما عندناش في شك خالص. طيب. السوق في اتجاه عام صاعد طويل الاجل، لكنه ومنذ وانا بالتشارت مش من عندياتي يعني منذ يوم 18 يناير منذ الحديث عن ضريبة الدمغة والسوق دخل في حركة عرضية متوسطة الأجل بيتذبذب داخل نطاق 1500 إلى 2000 نقطة منذ 6 أو 7 شهور دلوقتي. لو رجعنا لشهر نوفمبر اللي تم اتخاذ فيه الإجراءات المتعلقة بتحريز سعر الصرف. تمام. وإعلان قرارات مجلس الأعلى للاستثمار هنلاقي أن السوق عمل صعود قوي جداً لمدة 3 شهور مع قيم تعاملات عادت لتتداول قرب ال 2 مليار جنيه. صحيح. اول ما ظهرت بين مليار ونص ل 2 مليار. صحيح. وتجاوزنا ساعات ال 2 مليار. صحيح.
اول ما ظهر موضوع الكلام بس والنفي ولا والتاكيد والكلام ده يوم 18 يناير بالظبط كانت هي دي القمه. بدانا ندخل في سايد واي او حركه عرضيه متوسطه الاجل. الحركه العرضيه دي الطبيعي ان هي بتتكسر لاعلى او بالسوق بيكمل بعد كده لاعلى باعتبار ان الاتجاه السابق هو اتجاه صاعد. لكن حتى الان السوق مش قادر يخرج من هذا التحرك العرضي نتيجه لغياب الاخبار المحفزه. يعني انا عشان اتغلب على خبر زي ضريبه الدمغه اللي بيرفع لي التكلفه على التداول الى اكتر من الضعف بالنسبه للمستثمر قصير الاجل يبقى لازم خبر اقوى من كده بكتير. اخبار ايجابيه قويه جدا مش سعر فايده 20% مثلا فلازم تكون ومش تضخم 35% صحيح. فلازم تكون اخبار اقتصاديه قويه جدا مع زي ما قلنا قبل كده برضو اعلان الحكومه عن برنامج الطروحات مش الطرح ولكن تعلن عن برنامج الطروحات. البرنامج بقاله سنه الناس بنتكلم في طروحات لشركات ومفيش برنامج لغايه دلوقتي ما ظهرش. لازم جدول زمني لغايه دلوقتي ما ظهرش وده برضو بيفقد الزخم عند المستثمر. لو جيت انا طرحت بكره المستثمر سيبك بقى من الضريبه وسيبك من الكلام ده ما انا كنت مستني لا استنى بقى لما نشوف الطروحات التانيه لا استنى صحيح ما ده اللي هيحصل في صحيح السوق. هي صح. دي مشكله. وكمان انا النهارده عشان اطرح في ظل هذه الحاله السلبيه انا ممكن اخسر كتير جدا. اخسر كتير ازاي؟ كدوله ان انا اهدد الطروحات القادمه بالفشل. فاحنا عشان كده لو كنا طرح واحد نزل وفشل طبعا كل الطروحات الحكوميه اللي بعد كده لو نجح بس مش نجاح كبير زي ما الناس متوقعه او منتظره بالظبط ساعتها هيبقى في خطر على الطروحات اللي جايه. وعشان كده قلنا يا جماعه نستغل الزخم الكبير اللي موجود في السوق خلال الفتره بتاعه السنه اللي فاتت وفي اخر 3 شهور ونبتدي بشركه بدل ما نتاخر فالسوق يبتدي ينزل فنبتدي ندخل في دوامه اتجاه هابط فتبتدي الدوله تبتدي تاجل في برنامج الطروحات وده اللي احنا شايفينه دلوقتي وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي. طيب اي جي اكس 30 عشان طبعا التحليل بقى احنا عارفينه ان زي ما قلنا ما فيش حاجه كتيره قوي نتكلمها في السوق وفي البتاع دايما مازال الناس انا بكلمك كده كواحد من اداره البورصه اتكلمنا مره واثنين وثلاثه في الوزن النسبي لـ EGX 30 وان احنا ممكن نستخدم الـ 50 الـ 50 عشان هو الاكثر عداله لغايه الوقت. ليه برضو ما تمش تغيير وجهه النظر ديت ان احنا عندنا سهم اخد فوق ال 40% او 35% الوقت من الوزن بنلاقي ارتفاع مؤشر واسهم كلها ثابته زي ما هي ويمكن اقل من المستوى. ليه ما بتفكروش في ده؟ طيب انا هخليني اسال سؤال بس هل لو تعدل الوزن النسبي واتلغى التجاري السوق هيطلع؟ ممكن يكون مش لازم يطلع بس يبقى في نوع من انواع احنا بنتكلم دلوقتي على الشفافيه العامه. ما انا بقول لحضرتك اهو هل لو احنا خلينا التجاري ده بره خالص خرج من السوق خالص وبره مؤشر السوق الرئيسي اي جي اكس 30 الاسهم الثانيه هتطلع؟ هو ده السؤال. هنرجع تاني لنفس اللي كنت بقوله لحضرتك في بدايه الحلقه اللي بيحرك الاسهم هو الاداء المالي للشركات والاداء المالي ده مرتبط بالاداء الاقتصادي للدوله تمام. بتوجه الدوله الاقتصادي مش ممكن ابقى انا بتكلم في اسباب ضريبه الدمغه وبتكلم في سعر فايده 20% تحجم اي استثمار في الدنيا 20% وبعدين ابتدي اقول اصل المؤشر لو انا شلت من عليه التجاري ما انا كده خلاص مجرد ان انا قلت ان في فايده 20% خلاص انا مش محتاج اقول بقى تاني ليه البورصه بتنزل. ما امر طبيعي وامر منطقي. فمهما انت عملت في مساله المؤشر الموضوع كله مش هيفيد بطلوع او نزول السوق لكن ممكن يدي رؤيه اكثر منطقيه للي بيحصل في السوق. ساعتها ممكن السوق بدل ما هو كان بيبقى طالع يبقى نازل. فدي انا ممكن اشوفها من مؤشرات تانية مش محتاج ان انا اغير الاي جي اكس 30 عشان اشوف ان في. طب ما تشوف المؤشر اي جي اكس 30 محسوبا بالدولار هتلاقيه في اتجاه هبوطي. فالمساله مش يعني مش ما احنا بنتكلم مش مستخبيه ان الاي جي اكس 30 هو المستثمر بيزعل من ايه واقعي يعني. هو المستثمر بيزعل من ان الاعلام تحديدا لما بيجي يطلع يتكلم يقول المؤشر صعد اليوم بكذا المؤشر صعد اليوم بكذا وتلاقي 3 4 اسهم اللي في المؤشر اصلا ويبقى متخوف ان يكون هو ده اللي بيوصل للمسؤول. لا طبعا المسؤول عارف كويس قوي ان هذا المؤشر مكون من كذا وكذا وليه مؤشرات تانية للسوق والسوق بيبقى شايف المؤشرات ديت برضه وبيبقوا عارفين ان السوق لو مقيم بالدولار هيبقى في اتجاه هبوطي فاهمين كل هذا الامر. فالمساله مش مستخبيه يعني تمام. اما بقى مشكله الحسابيه بتاعه المؤشر ودي يمكن انا قتلتها بحثا من 2008 فدي مش مشكله طريقه حساب في المؤشر وقلناها برضو كتير قوي دي مشكله سوق ان عدد الشركات ذات الراس مال السوق الكبير قليله يعني ما فيش شركات تضاهي التجاري الدولي ولا تضاهي مجموعه طلعت ولا تضاهي مجموعه الماليه هرمس كلها شركات رؤوس أموالها صغيرة. إزاي تتحل الأزمة دي؟
لما تطرح شركات جديده في السوق. تطرح الحكومه شركات جديده، مجرد ما تنزل شركه زي ام بي، بنك القاهره، شركات اخرى من قطاع البترول، هتبص تلاقي طيب هو المؤشر اتظبط. نائب رئيس البنك المركزي اعلن ان البنك بنك القاهره في بدايه 2018 ان شاء الله هيتم طرح 20% منه، والمتحد كان في كلام عليه، كنا مستنيين ام بي. انت شايف فعلا امتى لازم تنزل هذه الطروحات عشان تفيد البورصه وتفيد الحكومه في نفس الوقت؟ يعني اتمنى طبعا الاختيار التوقيت، يعني في الوقت الحالي صعب جدا، صعب في ظل السوق اللي بيعمل 300 و400 مليون جنيه، ده هيبقى ضرر بالسوق. فاتمنى ان احنا نعيد النظر الاول في موضوع ضريبه الدمغه قبل ما نقدم على طرح شركه أي حاجة تانية بهذا الحجم ممكن طيب تهدد. اسمح لي رؤيتك لاتجاهات المستثمرين. احنا شايفين برضو تكلمنا كتير اتجاهات المؤسسات، لان دايما بنلاقيها بيعه بيعه في الوقت اللي احنا بنطالب ان يبقى في حد بيحافظ على اساسيات السوق وعلى اصول البلد. يعني المؤسسات اصلها ما هياش هي لاعب زيها زي اي لاعب في السوق، يعني زيها زي حضرتك، زي اي مستثمر في السوق عايز يكسب عشان ياخد ارباح او ياخد عموله حسن اداء. بس فهو بيحاول يكسب، لو شفته بيبيع بيع. طب انت شايف ان الاجانب ما زالوا مرتبطين بالدولار؟ الاجانب طبعا مرتبطين ارتباط كل يعني بس الاجانب لو احنا بصينا لهم من على بدايه السنه هتلاقيهم شارين بحوالي اكتر من 6 مليار جنيه. فالمبيعات اللي بتحصل على الاجل القصير منهم بفرق 30 مليون و40 مليون و50 كلها مبيعات لا تذكر بحجم الشراء الفعلي اللي هم داخلين بيه، وتحسين مراكز وتغيير محافظ يعني ما ياثرش قوي على الاداء بتاعهم، خاصه وان احنا عمله اندر فاليو يعني فاحنا لقطه بالنسبه لهم يعني سواء بالنسبه للاسهم او للسندات او لاي حاجه، وهيعمل ربح من ناحيتين، فرق السعر يعني وفرق تمام. استاذ ايهاب يعني كنت اتمنى ان الوقت يكون يسعنا ان احنا يبقى في اسئله اكتر من كده، بس للاسف الوقت داهمنا. انا بشكرك استاذ ايهاب سعيد، خبير اسواق المال وعضو اداره البورصه المصريه. شكرا لي فندم، شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، شكرا موصول لحضراتكم على متابعه مؤشر النيل الذي يعمل يوميا من السادسة ونصف مع أداء البورصة المصرية لتحليل أكثر واقعية. تابعونا دائما، إلى اللقاء.